حياة السوق المالية تعتمد الصيغة النهائية لقواعد الإدراج بسوق الأسهم الموازية. ووزير الإسكان يؤكد أن الميزانية تحمل العديد من برامج الدعم المالي لخفض تكلفة شراء المنازل. مشاهدينا أحييكم، أهلا بكم في الفترة الأخيرة من برنامج أموال ومسارات. أداء إيجابي للسوق السعودية بعد إعلان ميزانية 2017، وأيضا هناك كان في هذه الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 8% عن عام 2016، وسيكون هناك أيضا تم تقليص العجز بنسبة 33%، وأيضا دعم وتحفيز القطاع الخاص ب 200 مليار ريال. ميزانية توسعية تمتد لخمس سنوات، نحن نتحدث عن خمسة أعوام حتى عام 2020 لتحقيق برنامج التوازن المالي. فالإيجابية تسود في السوق بارتفاعات في نهاية هذه الجلسة بأكثر من 1.46%، نتحدث عن 103 نقاط عند مستويات 7190 نقطة. خلال جلسة يوم تجاوزنا مستويات 7200 نقطة. السيولة اليوم تعد إيجابية، نحن نتحدث عن 5,508,000,000 ريال إذا ما تمت المقارنة بالجلسات الماضية. بالتالي دعونا ننتقل إلى القطاعات التي تمس بعض بنود الميزانية. نتحدث عن قطاع البتروكيميكال بارتفاعات بأكثر من 2% بعد إلغاء الدعم عن أسعار اللقيم في عام 2019، يعني تم تأجيل هذا الأمر، وبالتالي قطاع البتروكيميكال عم بيدعم السوق السعودي. لاحظوا الارتفاعات بأكثر من 2%. نحن نتحدث عن المصارف بارتفاعات بأكثر من 1% بعدما سمعنا تصريحات أنه تم صرف مستحقات المقاولين أو القطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات، وأيضا سيكون هناك أي مستحقات سيتم صرفها خلال 60 يوما، وبالتالي هذا يعطي إيجابية للقطاع المصرفي، يعني لن تجنب أي مخصصات في الفترة القادمة. لدينا الإسمنت بأكثر من 1%. لاحظوا قطاع الطاقة ارتفاعات ب 7% بعد أن سيتم رفع أسعار الكهرباء خلال النصف الثاني من عام أو خلال مطلع العام 2017، سيتم رفع أسعار الطاقة. فعم نلاحظ سهم الكهرباء السعودية مرتفع اليوم على إثر هذه الأخبار. دعونا ننتقل إلى باقي القطاعات الأخرى في السوق. الزراعة والصناعات الغذائية 14%، الاتصالات 13%، التأمين بارتفاع 2%. باقي القطاعات الأخرى في السوق، قطاع التشييد والبناء نلقي نظرة على هذا القطاع أيضا بارتفاع 2.16%، لأن أي مستحقات رح يتم دفعها خلال 60 يوما، وبالتالي هذا القطاع على ارتفاع. التطوير العقاري 18%، النقل بارتفاعات ب 1.16%. دعونا ننتقل الآن إلى مكونات أو الأسهم التي نراقبها. لاحظوا الشركة السعودية للكهرباء ارتفاعات قوية ب 8.67%، سيتم رفع أسعار الكهرباء، وبالتالي سهم السعودية يستفيد من هذا الرفع. تهامة للإعلان والعلاقات العامة 9.17%، كان السهم معلق لعدم الشركة لم تعلن عن قوائمها المالية، تم توقيف السهم في 4 أغسطس، واليوم تعاد إلى التداول. وطنية للتصنيع وسبك المعادن ب 3.18%، يعني نتحدث عن 4% توزيع بأرباح نقدية ب 1.5 ريال للسهم كأرباح النصف الثاني من عام 2016، وحلواني إخوان 14% أيضا توزيعات أرباح نقدية ب 2.5 ريال عن 2016. دعونا ننتقل إلى مكونات القطاع البتروكيميكال. سابك بارتفاع ب 1.9%، ارتفاعات قوية على سهم سابك، أيضا مستفيد من إعلان ينساب على ارتفاع. لاحظوا الارتفاعات ب 5.8%، بالتالي ينساب وزعت أرباح نقدية ب 1.5 ريال للسهم على النصف الثاني عام 2016، لكن توزيعات عام 2016 هي 3 ريالات وهي أعلى من توزيعات عام 2015.
لاحظوا الارتفاعات على اللجين 4%، كان ارتفاع 6%، بالتالي بعد تأجيل رفع أسعار اللقيم حتى عام 2019. بالتالي تعونا ننتقل إلى أسهم قطاع المصارف كيف أداؤها في جلسة اليوم. راجع استقرار البنك الأهلي بارتفاع بأكثر من 1%. ننتقل إلى أسهم قطاع الاتصالات كيف أداؤها في جلسة اليوم. الاس تي سي ارتفاع ب 13%، موبايلة تراجعات ب 20%. في اتفاقية الإدارة بينه وبين الاتصالات الإمارات قد انتهت ب 23 من ديسمبر 2016، واتفقوا الطرفان على عدم تجديد مباشر للشروط يعني تجديد الشروط الحالية، وبالتالي رح يكون هناك تطوير اتفاقية جديدة تتناسب مع احتياجاتها للمرحلة المقبلة. أذكر أن الاتصالات الإمارات في دمتلك 27% من شركة موبايلي. لدينا زين أيضا بارتفاعات ب 1.18%. زين دراسة تجريها لبيع أبراجها لتحالف تاسكو وأكوا القابضة. اتحاد عديب الاتصالات بارتفاع ب 1.17%. دعونا الآن ننتقل إلى الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. الدرع العربي التأمين التعاوني بارتفاع ب 9.8%. تهام ارتفاع ب 9.7%. لاحظوا الكهرباء أيضا من ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. دعونا ننتقل للأسهم الأكثر تراجعا في السوق. لدينا سعودية منتجات الألبان والأغذية ب 1.17%. هيرفي تراجعات ب 19%. فأداء إيجابي للسوق السعودية بعد ميزانية التقديرية لعام 2017. هناك تفاؤل ببعض البنود التي ذكرناها، سواء تحفيز القطاع الخاص، سواء تحدثنا عن الإنفاق بزيادة الإنفاق 8%، تقليل العجز بنسبة 33%. هناك سيكون أيضا بعض الرسوم التي سوف تطبق على شركات القطاع الخاص وأيضا على المرافقين، بالتالي تأثيراتها ربما يعني بعض السلبية سوف تؤثر على ربحية الشركات. للحديث حول الميزانية العامة للدولة والجديد في هذه الميزانية بإضافة برنامج التوازن المالي الذي يحمل العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص والاهتمام بالمواطن، ينضم إلينا من جدة عبد الإله مؤمن، عضو جمعية الاقتصاد السعودي. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نتحدث عن الإنفاق. الإنفاق ب 8%، هناك تقليل العجز بنسبة 33%. كيف تقرأ الميزانية كأرقام؟ اليوم يمكن حتى سوق الأسهم اليوم يمكن يتجاوب مع الأخبار الإيجابية والمتعلقة بالميزانية، حتى المؤشر اليوم يعني في حركة إيجابية تعكس روح التفاؤل حقيقة يمكن المجتمعية، خلينا نتحدث بصفة عامة، لتقبل المجتمع لهذه الميزانية. طبعا الميزانية حقيقة يعني بكل ما تعني شهدت كثير من التغييرات، يمكن كانت مقترنة حتى ببرامج كانت داعمة وبقوة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من ضمنها كما تفضلت يمكن كان برنامج التوازن المالي اللي هدفه تحقيق ميزانية متوازنة بحلول إن شاء الله عام 2020 من خلال تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية. طبعا احنا يمكن كان عندنا يمكن خلال السنوات الماضية كان في تركيز على الإيرادات النفطية، وبالتالي أصبح عندنا عملية تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين وترشيد الإنفاق هو هدف كبير، وهدف حقيقة إن شاء الله نسعى جميعا قطاع حكومي وقطاع خاص ومجتمع الى تحقيقه باذن الله. طيب عبد الاله، بالنسبه لاستثمارات الراسماليه هناك ارتفاع ب 76 مليار في عام 2016، راح يتم ارتفاع في عام 2017 الى 260 مليار، يعني كيف تاثيرها بالتالي على الاقتصاد على القطاع الخاص؟ هو شوف يمكن يعني خليني في البدايه بما انك ذكرتي 2016 خليني اشيد بنقطه مهمه، يعني حقيقه يمكن رغم الفتره القصيره لكن كان في نتائج ايجابيه جدا في ميزانية عام 2016 من ناحيتين. أول حاجة فيما يتعلق في تخفيض أو ترشيد الإنفاق في بعض المشاريع وإيقاف بعض الهدر. الأمر الإيجابي الآخر هو طبعا يتعلق في عملية تعظيم الإيرادات غير النفطية، يمكن حصل يمكن تقريبا حسب حسبتي في حدود يمكن 18 إلى 19% تقريبا زيادة في هذا الجانب، وبالتالي يمكن هذه تعطينا انطباع إيجابي جدا أن احنا رغم الفترة القصيرة لا بدأنا الخط الصحيح. وحيكون طبعا احنا نتكلم عن 2020 هو الهدف الاساسي خلال فتره طويله الاجل باذن الله. حينما يتكلم عن المشاريع طبعا احنا امام امرين، الدوله حريصه على عمليه التوسع وعمليه دعم القطاعين الحكومي والخاص،
يعني والمواصل على النمط اللي عهدناه خلال السنوات الماضية بما يضمن نمو المملكة العربية السعودية بإذن الله. وفي ذات الوقت هي عملية نوع من التوازن ما بين المصلحة العامة وما بين المصلحة العامة حتى على الأجل الطويل. القطاع العام والقطاع الخاص هما شركاء. يمكن الرسالة المهمة أستاذتي الفاضلة اللي لابد من يعني البدء فيها إنه إحنا وجهنا رسالة إنه عملية العلاقة ما بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص لابد أن تتغير إلى علاقة شراكة تضمن الفائدة للجميع بإذن الله إن شاء الله. تفضل. هو الأهم في الفترة القادمة يمكن إحنا تابعنا كثير من المقابلات وكثير من التصريحات من المسؤولين والتوضيحات. طيب سؤالي لك أستاذ عبد الإله، يعني هل الصورة برأيك ستتحسن في عام 2017؟ هناك تحفيز للقطاع الخاص كما ذكرنا، هناك في انفاق بارتفاع بنسبة 8%، هناك في تقليل في العجز، سواء العجز بنسبة 33% وسيقل العجز في عام 2017 عن دفع مستحقات قطاع المقاولات بشكل كامل، وأيضا يعني سيكون هناك أي مستحق سيتم صرفه خلال 60 يوما عن تأجيل أسعار اللقيم. بالتالي كيف تنظر إلى كل هذه الإجراءات والنقاط المهمة التي ذكرت في هذه الميزانية؟ بالفعل يمكن نتحدث عن 2017، جميع ما ذكرتي وتفضلتي بذكرها يمكن تتحدث معنا حتى في الأيام الماضية هي أمور إيجابية، أمور داعمة لميزانية 2017. حقيقة يمكن إحنا كلنا يعني حتى تخفيض العجز بهذا الرقم هو كان مفاجأة بالنسبة لنا، مفاجأة إيجابية جدا. عملية مثلا حتى عملية الإنفاق، عملية التنسيق مع القطاع الخاص، عملية سداد الالتزامات الخاصة بالموردين، هذه كلها أمور دافعة. لكن طبعا هذا لا يجب أن ينسينا أنه إحنا عندنا هدف أسمى، هدف طويل الأجل. إحنا نتحدث عن 2020، إحنا بإذن الله إن شاء الله يعني يمكن ما أسعد وأثلج صدور حقيقة أنه العمل الميزانية هذا العام يعني كان مدعوم ببرامج وبرامج فعلية، حتى كانت يمكن من أول يوم وعند إطلاق الميزانية وعلى حينما تحدث مولاي خادم الحرمين الشريفين أكد أن احنا نتحدث عن برامج واقعية بإذن الله أن يتم تنفيذها على أمر الواقع، وستضمن أن المملكة العربية السعودية خلال حتى الفترات القصيرة وطويلة الأجل إن شاء الله تكون من أفضل الأفضل من حيث النتائج المالية ومن حيث دعم الناتج النمو المحلي بإذن الله. لكن أرجع لسؤالك، يمكن هو الأهم خلال فترة قصيرة في الأجل أنه يكون فيه، وهذه هذا الأمر الجيد أنه يمكن تابعنا تصريحات بعض المسؤولين، لابد أنه يكون في نوع من إعادة دراسة البيئة التشريعية والتنظيمية بما يضمن مصالح الجميع سواء القطاع الخاص الحكومة، ويدعم التدفقات الداخلية الخاصة بالمشاريع بالكامل إن شاء الله. اليوم على كل حال جدول الاستثمار أيضا قدرت يعني سعر النفط الذي ستقدر عليه ميزانية عام 2017 عند تقريبا 52 دولار للبرميل، وهناك توقعات كلها فوق ال 50 دولار في ظل اتفاق على خفض الإنتاج. صحيح، يمكن هو يعني بالنسبة لسعر النفط هي مجرد توقعات، لكن طبعا أسواق النفط يمكن كمثل أسواق الماء هي متغيرات. الأهم حقيقة أن احنا نركز على جزئين، هي تعظيم الإيرادات غير الربحية، وحقيقة يعني كمواطن يعني أثلج كثير يمكن البرامج المطروحة حقيقة، يعني هذه الأمور تؤيد أن احنا إن شاء الله في الطريق الصحيح، هذا رقم واحد. ثاني أمر هو نستمر على عملية المتعلقة الخاصة بالمشاريع وتكاليف المشاريع، يكون طبعا فيها نوع من الرقابة، وهذا يمكن هذا مغطى بكثير من البرامج اللي طرحت أمام الجميع. وبالتالي يعني فوق 52 دولار ربما راح يزيد من الإيرادات الحكومية. عبد الإله مؤمنة عضو جمعية الاقتصاد السعودية، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه المداخلة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم.
وللحديث أكثر حول إغلاق السوق السعودي ينضم إلينا في الاستوديو المحلل الفني سعد آل سعد. أهلا ومرحبا بك. أهلا وأشكر حضورك معنا. نبدأ بالحديث الأبرز في السوق. بأول جلسة تداول اليوم أغلق السوق على ارتفاعات قوية، وصلنا خلال هذه الجلسة فوق مستويات 7200 نقطة بعد إعلان ميزانية الفعلية والتقديرية سواء عام 2016 والميزانية التقديرية لعام 2017. استقبال إيجابي كان للميزانية بالنسبة للسوق السعودي، وأيضا بالنسبة للقطاعات الخاصة يعني بتمس بنود من نقاط من الميزانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لله الحمد، السوق السعودي اليوم أعطى عطاء جدا ممتاز حقيقة، تجاوزنا 7200. كان السوق السعودي طوال الثلاث أسابيع الماضية يسير بحركة جانبية، كانت الحيرة يعني مسيطرة على نفسيات المدى الدولي بشكل كبير، يعني بداية بسعر الفائدة ثم بعد ذلك بدأ الترقب انتظار الميزانية العامة للدولة. حقيقة الخبر دائما إما أن يكون أقل أو مع أو أعلى من التوقعات، فحقيقة يعني الميزانية يعني فاجأت الجميع، كان فيها الانخفاض في العجز لعام 2017 وتوقع أيضا انخفاض العجز إلى 198 مليار بعام 2017، وهذا حقيقة جدا ممتاز وأفضل من التوقعات بشكل كبير. لأجل ذلك تفاعل السوق السعودي بشكل جدا رائع حقيقة، يعني يفترض أن يكون أفضل من ذلك حقيقة السوق السعودي، وأن يتفاعل أكثر من هذا الرقم وأن تتجاوز السيولة أعلى من هذا الرقم، لكن المتداولين ينظرون إلى أن قرب الإعلانات ربما تؤثر نوعا ما بطريقة أو بأخرى على حركة الشركات ككل. فحقيقة الإغلاق يعتبر جيد، خرجنا نوعا ما من التذبذب الجانبي. كان التذبذب طوال الأسابيع الماضية ضيق جدا، أسبوع كامل تذبذب في 140 نقطة تقريبا. الآن يعتبر جيد، تجاوزنا هذه المنطقة، تزايد السيولة قليلا أفضل يعني من كيف تتوقع انعكاس على السيولة في الفترة المقبلة؟ طبعا سيولة السوق وليس يعني ستكون متأثرة نوعا ما بالإعلانات الفترة القادمة، الإعلانات على الأبواب الآن. نهاية هذا الأسبوع تنتهي السنة المالية بالكامل، سيبدأ المتداولين يترقبون ينظرون إلى الشركات بحسب إعلان الشركة وبحسب توقعات السنة القادمة ونمو الشركة من خلال الأربع الماضية، فبالتالي ستكون الحركة يعني تذبذبية نوعا ما، سنعود إلى الحركة التذبذبية الجانبية، ولكن أتمنى أن تكون فوق 7200 أن يكون تذبذب جانبي بشكل أفضل من الفترة الماضية، حتى نبدأ بعملية البحث عن أهداف عليا ك7350، وهذا إن شاء الله تعالى متوقع أن يصلها السوق السعودي. فالإعلانات القادمة سيكون يعني أنظار المتداولين لقطاعين ربما تكون هي الأبرز، قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات. سوف أسألك أستاذ سعد عن قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف. يعني قطاع المصارف اليوم تقريبا يعني ربما انحلت المشكلة لديه بأن هناك سيكون صرف مستحق، أي مستحق سوف يصرف خلال 60 يوما، بالتالي هذا سيعود بإيجابية على القطاع المصرفي. إذا تحدثنا عن قطاع البتروكيميكال، الشيء الإيجابي هو تأجيل رفع أسعار اللقيم حتى عام 2019، هذا حقيقة يعتبر جيد ومحفز للقطاع ككل، ورأينا تفاعل القطاع يعتبر بشكل جيد. أيضا حركة النفط وتوقعات السنة القادمة أيضا تعتبر جيد من خلال الاتفاقيات أو اتفاق منظمة الأوبك أو خارج الأوبك على عملية تخفيض الإنتاج، كل هذه الأمور تكون داعمة للقطاع ككل، وتخفيض اللقيم كما ذكرت قبل قليل من خلال الإعلان يعتبر أيضا جيد على القطاع بأن يكون يعني في حيوية وفي حركة أفضل في الفترة القادمة. يعني حقيقة أرى أن هذا القطاع ربما يكون يعني في حركة جدا ممتازة الفترة القادمة، وخاصة الاتفاق على خفض الإنتاج، وخاصة هناك راح يكون لجنة متابعة مالية سوف تجتمع خلال النصف الأول من عام 2017، يعني خلال يناير كانون الثاني، للتأكد من أنه راح يكون اتفاق على خفض الإنتاج سواء من داخل أوبك وخارج أوبك كما صرح المهندس خالد الفالح. صحيح، هذا كلام جدا ممتاز ورائع، ولكن يبقى أن الأمر مرتبط بدول وليس من خلال منظمة الأوبك فقط، ربما بعض الدول تخل بهذه الاتفاقية، ورأينا هذا من خلال تصاريح سابقة في الفترات الماضية عندما كانوا محاولات لتخفيض الإنتاج أو على الأقل أحوال تجميد الإنتاج، فخرج بعض التصاريح ربما تناقض الاتفاقيات. فأتمنى حقيقة أن يستمر هذا الاتفاق حتى بداية تطبيقه وأن يستمر طوال السنوات القادمة أو على الأقل الأحوال طوال يعني الفترة التي يتفق على أن يكون فيها تخفيض الإنتاج حتى يعود بالنفع على الدول، لأن حقيقة تأثر جميع الدول المنتجة للنفط سواء داخل أو خارج المنظمة، وكان انعكاسه واضح على ميزانية بعض الدول. هناك بعض الدول أخذت عملية التحوط يعني كمثل السعودية ولله الحمد، كان هناك تحوط جدا ممتاز، البحث عن
استثمارات أخرى، البحث عن أو عدم الاعتماد على النفط وتخفيض الاعتماد على النفط، ورأينا هذا الانعكاس واضح من خلال الميزانية العامة للدولة وارتفاع الصادرات غير النفطية، هذا جدا حقيقة رائع، وإن شاء الله تعالى سيتزايد في السنة القادمة كما سمعنا أنه سيزيد ربما 7% في عام 2017، وهذا حقيقة ممتاز جدا أن تقلل الاعتماد على النفط كما رأينا في دول كانت منتجة النفط فقللت الاعتماد بشكل كبير، فأصبح الانعكاس جدا رائع على ميزانية الدول، وهذا إن شاء الله تعالى هي الخطة القادمة في 2020 و 2030 إن شاء الله تعالى. طيب أستاذ سعد، إذا تحدثنا عن القطاع التشييد والبناء، هذا يعني القطاع اليوم على ارتفاع قوي، بالتالي وعن قطاع الطاقة يعني سهم الكهرباء أضاف ارتفاعات قوية، بالتالي كيف تقرأ سهم الكهرباء؟ هل سيستمر بهذه الارتفاعات؟ سهم الكهرباء من منطلق فني السهم أعطى إشارة إيجابية جدا ممتازة بمستويات تقريبا 19 ريال و80 هللة، وبدأ بحركة إيجابية مستمرة، إن شاء الله تعالى يتبقى أمامه تقريبا نصف ريال أو على حدود هذا الرقم حتى يصل إلى الهدف أو منطقة المستهدفة فنيا. الشركة ككل يعني إذا نظرنا من خلال حركة الشركة، دائما الشركة تتحرك في نهاية العام وتتحرك في الربع الثاني بسبب إعلان الميزانية، أيضا في الفترة الحالية بسبب كما ذكرنا فيه فائض الكهرباء، رأينا أيضا رفع الدعم ينفع لو الشركة سيكون إن شاء الله تعالى لها إيجابية الفترة القادمة، كل هذه الأمور سيكون يعني منذ مطلع هذا العام عم نشاهد ارتفاعات على سهم الكهرباء السعودية ومع نعم رفع أسعار الدعم رفع الدعم نعم والطاقة، كل هذا أثرت إيجابا على القطاع ككل وعلى الشركة تحديدا، فحقيقة أرى أن الشركة إن شاء الله تعالى واعدة، وأيضا لا نغفل أن الشركة مثبت التوزيعات عندها 70 هللة، ويعني تعتبر فرصة للمستثمرين الفترة الماضية عندما كانت بأسعار متدنية، الآن ربما يعني المستثمر يحجم نوعا ما عند دخول الشركة بسبب أن ارتفع القيمة السوقية للشركة، فبالتالي سيكون هناك تردد نوعا ما بالدخول والاستثمار في الشركة، ولكن ستخضع لعملية مضاربة، رأينا الشركة اليوم تطرفت بشكل كبير وأعطت جدا يعني أعطاء رائع مع أنها من الشركات الثقيلة إلا أنها وصلت إلى 9% تقريبا، وهذا حقيقة يعني من المرات النادرة أن تحصل من شركة الكهرباء تفعل هذه الاتجاه والصعود القوي. طيب نتحدث عن القطاع الخاص، عن قطاع المقاولات وضمن قطاع التشييد والبناء، هذا القطاع هناك يعني بعد ما ذكر التصاريح من الوزراء أنه لا ضريبة على دخل الشركات ولا الأفراد ولا المقيمين، لكن سيكون هناك رسوم على الوافدين وأيضا سيكون هناك رسوم على المرافقين، وأيضا رفع أسعار الكهرباء، ربما المياه تأجل هذا الموضوع، سيكون رفع لأسعار الطاقة والكهرباء، إلى أي مدى هذه العوامل تؤثر على القطاع الخاص؟ ولا ننسى أن هناك تحفيز للقطاع الخاص، يعني إلى أي مدى هذا التحفيز ربما يمحي الأثار المترتبة من رفع أسعار الطاقة ومن فرض الرسوم على هذا القطاع؟ طبعا القطاع الخاص نلاحظ أن الدولة الآن عندها توجه لعملية الخصخصة، وعملية يعني تقريبا ستبدأ بأربع قطاعات وبعد ذلك حكومية ثم بعد ذلك تبدأ بالقطاعات بالتدريج. القطاع الخاص ربما يتأثر نوعا ما بسبب رفع الدعم وأيضا فرض الرسوم وغير ذلك، هذا لا نختلف عليه، ولكن في الفترة الماضية كان فعلا يعني يعيش القطاع الخاص بدعم كبير ويستفيد بشكل كبير، يعني لابد أن يكون هناك عائد تستفيد من الدولة في الفترة القادمة خصوصا يعني مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأيضا خطة تحول الدولة وأن تكون من الدول التي يعني تقلل الاعتماد على النفط، وهذا حقيقة يعني معمول بجميع دول العالم، بالعكس يعني ربما تكون السعودية من أقل الدول الرفع على القطاع الخاص، فربما سيكون في الفترة القادمة رفع بتدرج إلى تقريبا عام 2020. طيب سيؤثر على ربحية الشركات؟ بلا شك الأثر سيكون على الشركات واضح في الفترة القادمة، ولكنها عملية تدرجية هي لن تكون مباشرة إلى تقريبا 2020، وسيكون الأثر واضح على الشركات في الفترة القادمة، ولكن يعني ربما نطاق ضيق وليس بشكل كبير. أي القطاعات برأيك أنه تعتبر الآن جاذبة للاستثمار؟ حقيقة ربما الآن الأنظار متجهة إلى قطاع المصارف بسبب صرف مستحقات، وأيضا تصريح وزير المالية أستاذ محمد الجدعان على عملية صرف مستحقات 30 مليار، وأيضا خلال 60 يوم لو نلاحظ أن قطاع المصارف من بداية هذا الربع وهو يعني يكون هناك عملية ضخ سيولة من خلال السندات وصرف المستحقات وغير ذلك سيكون لها إيجابية الفترة القادمة على هذا القطاع وستزداد السيولة بشكل كبير.
قطاع المصارف لا شك أنه يعتبر مغذي لجميع القطاعات، وبالتالي سيكون هناك عملية إقراض بشكل أوسع في الفترة القادمة من خلال الشركات، فسيكون بلا شك أنه هو محط أنظار للمتداولين والمستثمرين هذا القطاع، خصوصا أن هناك بعض المصارف أو كثير من المصارف يعني قيمة السوقية تعتبر متدنية وفرصة استثمارية للمتداولين. طيب كيف تنظر إلى قطاع الاتصالات الفترة القادمة بظل الأخبار اللي عم نسمع عن قطاع الاتصالات، حيث اليوم سمعنا خبرين سواء عن زين وعن موبايل؟ نعم، بالنسبة لقطاع الاتصالات حقيقة لم يواكب الموجة الصاعدة في الفترة الماضية ولم يستفد كثيرا، يعتبر من أقل القطاعات استفادة. نعم، ولكن السبب في ذلك أن القطاعات تقريبا أغلبها ارتبطت بأخبار مباشرة على القطاعات أو أن تكون متأثرة بقطاعات أخرى، أما قطاع الاتصالات لم يستفد حقيقة. أرى أنه يعتبر فرصة استثمارية أيضا، يعتبر جيد. موبايل الآن وفكر الارتباط بشركة الاتصالات الإماراتية، هذا حقيقة يعتبر جيد أن تتحرر الشركة كإدارية. نعم بلا شك أن هذا يعتبر إيجابي وأن تكون يعني فرصة استثمارية في الفترة القادمة، خصوصا إذا دخلت الشركة في عملية أرباح، فهي الآن سينظر إليها من قبل المتداولين. يعني سيكون هناك شروط ثانية لاتفاقية الإدارة مرة أخرى، ربما يكون هناك اتفاقية من جديد مرة أخرى، ولكن في حالة عدم الاتفاق وبقائها يعني دون الارتباط بالاتصالات الإماراتية ستكون فرصة استثمارية للمتداولين في حال أن تعلن الشركة على أرباح من خلال الربع الرابع. سعد أرساد محلل الفني، شكرا جزيلا لك وأشكر حضورك معنا في قناة الأخبارية السعودية. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.